السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد في هذه الحلقة. اليوم إن شاء الله أعرف ببعض الرياضات القتالية. أولا أعرف بسيلات، هو فن قتالي شرس طورته القبائل في ماليزيا، ويعد تجميعا لمئات الأساليب القتالية المختلفة مثل إلقاء الخصم واللكمات والمصارعة واستخدام الأسلحة البيضاء. وأنتقل الآن إلى فن قتالي روسي يسمى سيستيما، الذي يعد يعني أسلوب القتال الرسمي الخاص بالقوات الروسية الخاصة. وأكثر ما يميز هذه الرياضة تدرب المقاتلين على مواجهة عدة أشخاص مسلحين ويهاجمون من زوايا مختلفة. وأنتقل الآن إلى فن قتالي آخر يسمى إسكريما، الذي تم ابتكاره لأول مرة في الفلبين، يعرف اختصارا ب FMA. وتشتهر هذه الرياضة بكونها فن الدفاع عن النفس في الفلبين، ويستخدم فيها العصي والأسلحة البيضاء، كما تتضمن عدة أساليب أبرزها طرق الاستحواذ على سلاح الخصم واشتباكات الأيدي بدون استخدام الأسلحة المعروفة، بالإضافة لإمكانية استخدام أسلحة أخرى مختلفة مثل الحبال والسلاسل وغيرها من الأدوات القتالية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، وأن تكونوا أخذتم فكرة ولو يعني بسيطة عن هذه الرياضات التي ذكرت. وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم.